السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني جميعا. اليوم إن شاء الله راح نبلش مدرسة ثانية من دورة اختراق الأجهزة بالصوت والصورة. معكم أخوكم أبي كسر. أعتذر سابقا عن تغيير الاسم. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم كيف تعمل حساب في موقع نو أي بي وتعمل الهوست ونثبت البرنامج نو أي بي على جهازنا. نروح على موقع نو أي بي الرسمي، نضغط ساين اب تسجيل. راح يطلب منا بعض المعلومات. هنا نكتب الايميل الخاص بنا، وهنا نعيد الايميل، وهنا اليوزر نيم، هذا الباسورد. شيء سهل مش محتاج صعوبة. نضغط صح، علامة صح أمام create my host name later، يعني ننشأ host name فيما بعد. نضغط على free sign up، يعني نعمل حساب مجاني. تم التسجيل بنجاح إخواني. الآن نذهب إلى الإيميل سجلنا فيه، وصلنا الرسالة. تمام. الآن نضغط على Active Account، تفعيل الحساب. نذهب الآن إلى Manage Domain Manage DNS، إنشاء Host Name. الآن نضغط على Add Host Name. في هذه الخانة نضع ال Host Name اللي راح نستخدمه. نختار صيغته، نختاروا الصيغة اللي بتحبوها حسب مزاجكم. الآن نذهب إلى Add Host، أضافة الهوست نيم. الآن أصبح إلينا الآن أصبح لدينا هوست نيم جاهز تماما. نروح على الصفحة الرئيسية من واي بي عشان نحمل البرنامج. نضغط داونلود. نضغط داونلود ناو ونحمل البرنامج. نضغط فتح، نثبت البرنامج. راح يطلب منا الايميل او اليوزر نيم اللي سجلنا فيه. وكلمة السر. نضغط على sign in. تمام إخوتي، البرنامج تمام فتح. نذهب نضغط علامة صح أمام الهوست نيم اللي أنشأناه، نضغط على سيف. تمام هيك إخوتي، تفعل الهوست نيم، تثبت الـ IP وعملنا حساب. طبعا الدرس قصير جدا، راح تفهموا بزيادة قدام لما نحتاج الهوست نيم في برامج الاختراق. أي استفسار أو أي مشكلة اطرحوها في قسم الاستفسارات الخاصة بالدرس الثاني. معلش على طريقة التصوير سامحوني، لكن عشان الـ IP نوعا ما. يعطيكم العافية، كان معكم أخوكم هيكسور من منظمة الهكر العالمية.